السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، السيد ممثل كرة السلة جامعة الأسباس الكبرى لكرة السلة بالمنطقة، السيد ممثل ألعاب القوى، إخواني الصحفيين، أيها الحضور الكريم، رجال المستقبل براعي الرياضيين والرياضيات، مرحبا بكم أيها الحضور الكريم، ضيوف شرفيون كذلك، باسمي وباسم جميع أعضاء اللجنة التحضيرية، أرحب بكم بكل احترام وتقدير والشكر الجزيل على تلبيتكم الدعوة وعلى حضوركم لشرف هذا الجمع الموقر. تشكر كذلك تحية رياضية سابقة للسيد رئيس جماعة المنصورية على الدعم المعنوي والمادي لتهيئ هذا الجمع، كما لا تفوتني الفرصة أشكر جميع من ساهم من بعيد ومن قريب في نجاحي وتهيئي لهذا الجمع الموفق. وحتى لا أطول عليكم أمر إلى قراءة النظام الأساسي في جمعية أكاديمية هيرو سبورت والمناقشة والمصادقة والملاءمة. المادة الأولى التأسيس والتسمية. تتأسس بين الأشخاص الذين ينضمون لهذا النظام قرار وزير الشباب والرياضة 11016 الصادر في 27 من جمهورية الأخرى 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 12625 الصادر في 7 من حجة الأهداف ديال الهدف هو هذه الجمعية غادي تكون من أربعة فروع، جامعة الملكة المغربية لرجال البلاد، رئيس صفة رئيس السي عبد الله كيريني، أقول جوليني نو يفور سو بريزونتي باش الناس يعرفوا. السي عبد الله كيريني سي لو فيس بريزيدون، لو بومي فيس بريزيدون دو لاكاديمي. إلينا سي مسيو أسنا، فوالا، سي موا. مسيو أيوب العطاري، لو دوزيام فيس بريزيدون، إلينا. مريم سعود سكرتير جينيرال ضحى امام ادجوان سكرتير جينيرال امينه حمامور تريزوري فوالا اون شونجي اي مسيو عبد الرحيم الوالي تريزوري ادجوان اون شونجي فوالا الوغ جو ليس لا باغول سمحوا لي نكمل بالفرنسيه حنا نكبروا الضيف ديالنا بالفرنسيه سمحوا لي واخا لغه قداسه وهذا ولكن افيك ان غون بليزير جو ميكسكيز جو ميكسكيز اون فرونسي سبيسيالمون بور فو مسيو عبد الله وزيت تخافيتي الوغ لا السلام عليكم. اولا كنبغي نشكركم على التغطيه ديالكم لهذا الجمع العام التاسيسي لجمعيه اكاديميه هيرو سبور. الاسم ديالي حمزة أحمامو، الرئيس المنتخب لهذه الجمعية. فكرة هاد الجمعية جات عن قناعة مع تشاور مع الأعضاء ديال اللي كاينين في الشركة اللي كنخدموا فيها، وكانت على أساس أن ندخلوا حنا في التكوين ديال الشباب بعد واحد التجارب اللي كانت قمنا بها كشركه من خلال عمليه سبونسورينغ لعده انشطه رياضيه، فارتأينا انهن نديروا واحد الاكاديميه، نستثمروا في واحد الاكاديميه اللي غتعود بالنفع ان شاء الله لوليدات المنطقه المنصوريه والمحمديه والاقليم بالخصوص ان شاء الله. شكرا لكم. الاهداف ديال الجمعيه هي تكوين الرياضيين بطبيعه الحال من غير الشق الرياضي كاين المعرفي، يعني غيكون ان شاء الله برنامج ولا برامج اللي للدعم المدرسي، برامج اللي غادي تكون مثلا بالنسبه لهاد المنخرطين غادي يكون عندهم طول
دروس في اللغات. وان شاء الله غادي يكونوا افكار للمتجدده باش نرجعوا دائما. الاهم هو تكوين واحد الفئه ديال الاطفال والشباب اللي يكونوا قادرين يرفعوا الشعله ديال الرياده في البلاد. لا كاين بطبيعه الحال غادي يكون كاين واحد الواجب اللي غادي يكون كيتعدى، وكاين غادي يكون مثلا بالنسبه لبعض العناصر اللي كاينين في الدواوير المجاوره مكان التدريب، غادي يكون عندهم امتيازات خاصه و فوالا. شكرا. لا شكرا على وجهك. وانا كتفتخر جماعه المنصوريه اليوم باحتضان مولود جديد في مجال التربيه والرياضه، وهو مناسبة الجمع العام لتأسيس أكاديمية إيروس للرياضات بجامعة المنصورية، وهذه لبنة جديدة في إطار التنمية البشرية، وخصوصا بالنسبة للفتيان والشباب اللي كتنضاف المشهد الرياضي اللي كتعرفوا جامعة المنصورية بفضل فريقها ديال جمعية المنصورية لكرة القدم، اللي يعني نهض يعني هاد السنة القسم ممتاز في كرة القدم، إلى جانب الأكاديمية اللي كتربطها شراكة بجامعة المنصورية مع فعاليات من أمريكا هي أكاديمية ليد، وكذلك مدرسة كرة القدم للفتيان اللي كتنشط بجامعة المنصورية، وضافت لهم اليوم أكاديمية هيروس لتدعم النشاط بتراب جامعة المنصورية، وهذا فخر واعتزاز لنا لا من جانب يعني توسيع القاعدة ديال تعطير الشباب، ولا من جانب الشباب اللي هما كيسهروا على تعطير هاد الأكاديمية الجديدة، واللي هما من خيرة الشباب ديال المنطقة وعندهم مستوى عالي علمي وتربوي واخلاقي قبل كل شيء، وهذا يعني كيطمئننا على مستقبل هذه المنطقه ومستقبل بلادنا بصفه عامه. كنتمنوا لهم التوفيق، واليوم الجمع العام داز في جو رائع حميمي شفاف مهني في اطار التهيئ ديالو، وكنهنيو السيد سي حمزه حمامو على الثقه اللي حظى بها كرئيس هذه الاكاديميه، والطاقم المواكب ليه، ونتمنى لهم التوفيق. والجماعه يعني لا على المستوى الوسائل اللوجستيكيه، على المستوى البشري الوسائل البشريه هي راه الاشاره ديال هذا المولود الجديد كباقي يعني باقي عناصر المنظومه الرياضيه بتراب جامعه المنصوريه.